هناك تساؤلات كثيرة حول الاستراتيجية التي سيتبعها جو بايدن حال يعني إمساكه بتلابيب الأمور في واشنطن. هذه الاستراتيجية بين قائل من أنها سوف تكون خلاف استراتيجية ترامب، ستكون تصحيح لأوضاع كثيرة كما يدعي البعض، والبعض الآخر يقول أنها تخص مثلا الملف الإيراني أكثر شيء يعني، وأيضا العلاقات مع الصين وروسيا ومحاولة حلحلة الأمور. لكن هناك أيضا طرف آخر يقول على العكس من ذلك، سوف تكون الاستراتيجية نابعة من مؤسسات الدولة العميقة داخل واشنطن، وأن التغيير سوف يكون طفيف، وأن الخلاف فقط حول طريقة التعامل وليس في الأهداف. ما رأيك؟ أولا تحية لك وتحية للضيف الكريم وللمشاهدين الكرام. صحيح نبحث عن ونفكر ماذا ستكون استراتيجية بايدن بعد أن يتسلم الرئاسة في 20 من كانون 2 يناير القادم. قبل ذلك سيبقى ترامب رئيسا، والولايات المتحدة لا تقبل بوجود رئيسين حسب دستورها. ترامب هو الرئيس حتى 20 تشرين كانون 2، وبعدها يتسلم بايدن. بايدن عنده تحديات كبيرة جدا بعد تسلمه في التاريخ المحدد، والتحديات الكبرى تحددها أولويات الولايات المتحدة التي هي أولا، والتي ركز عليها بايدن في حملته الانتخابية كورونا، هذه هي أولويته الأولى. ولذلك هو منذ اليوم يسعى إلى تشكيل فريق من الاختصاصيين والخبراء كي يقوم بحملته، لأنه في خلال فوز معركة الانتخابية، وقد يكون ذلك أحد أسباب فوزه في الانتخابات، ركز على سوء إدارة الرئيس ترامب في هذا الملف بالذات الذي أدى إلى وفاة حوالي أكثر من 230 ألف مواطن أمريكي، وإصابة أكثر من 9 ملايين مواطن أمريكي بهذا الوباء. هذه ستكون أولويته الأولى في الداخل. وطبعا هو حاليا يقوم بتشكيل فريق عمله، طبعا من سيكونون حوله في مختلف الإدارات، ولكن أولوياته ستكون في السياسة الداخلية، بالسياسة الداخلية ستكون في هذا وبالسياسة الخارجية أعتقد أنه سيسعى، وقد قال هو ذلك بنفسه وليس تحليلا من قبلنا، قال أن من أولى مهماته الخارجية ستكون العودة إلى اتفاقية المناخ في باريس التي انسحب منها الرئيس ترامب، والعودة أيضا إلى منظمة الصحة العالمية، هذه المنظمة الإنسانية التي أيضا انسحب منها ترامب. هؤلاء هذان الأمران سهلان جدا التحقيق. طيب أستاذ مسعود خلينا